أنا شاب من عائلة معروفة وأرغب بالزواج من امرأة لقيطة، ووالدتي معارضة على هذا الزواج لأنها لقيطة، فما رأيكم في هذا؟ وهل يلزم طاعة والدتي؟ نعم، الحق مع والدتك، لأن هذه ما يدرى عنها ولا عن نسبها، ربما تؤثر على أولادك، ربما تؤثر على ذريتك، فوالدتك معها الصواب في هذا. نعم.